الذكرى 67 لذكرى أول نوفمبر المجيدة. بلدية الدرارية قامت بعدة نشاطات لهذه تخليدا لهذه الذكرى المجيدة، كما تم بالمناسبة تدشين عدة منشأة رياضية باسم شهيد. يا خويا هذا شرف ليا، هذا شرف ليا بزاف بزاف. من بعد قلت لك 67 سنة يديروا الملعب على اسم بابا خالدة، لتضحيات جسام قدمها أجدادنا وأباؤنا في ثورة نوفمبر المجيدة، ثورة التحرير، حيث من خلال هذه المناسبة يعني ننحني بإجلال وإكبار لكل شهداء الجزائر البرارة.